وفي أخبار رياضة كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر بيان على موقعها الرسمي مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا حيث سيواجه الخضر منتخب زومبيا يوم 25 من مارس المقبل على ملعب لوساكا بينما ستلعب المباراة الأخيرة لدور المجموعات بين أشبال بالماضي وبوتسوانا يوم الاثنين 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة